احنا معانا دلوقتي يا دكتور علي الشيخ مصطفى عبد السلام امام مسجد سيدنا الحسين. اهلا وسهلا يا مولانا. اهلا وسهلا يا استاذه زينب، واهلا وسهلا بسعاده الدكتور علي، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. تحياتي ليك. الفرق يا دكتور وشيخ عبد السلام مصطفى، عاوزين نعرف الفرق بين الغيره المحموده والغيره المذمومه. انا دكتور مصطفى عبد السلام. ايوه طبعا. سيدنا مولانا الامام الحسين احمد الله تعالى اليكم واصلي واسلم على رسوله الكريم وبعد. فالغيرة من الطبيعة البشرية، الغيرة هي من الطبيعة البشرية التي لم يسلم منها لا رجل ولا امرأة. صحيح. والغيرة عند النساء أكثر، مهما بلغت المرأة من الدين والعلم والتقوى، ولو سلمت من الغيرة أحد كان أولى بذلك أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات. ولكن قال صلى الله عليه وسلم عن سيدتنا عائشة: غارت أمكم. يبقى رقم واحد الغيرة من الطبيعة البشرية عند الرجال وعند النساء، لكنها عند النساء أكثر. اثنين، الغيرة ليس فيها حرج، ليس في الغيرة حرج بين الرجل وزوجته أو بين الزوجة وزوجها، ما دامت في حدود المعقول، ما دامت هذه الغيرة في حدود المعقول. لكن الزوجة التي تتحسس زوجها وتقول له رايح فين، جاي منين، كلمت مين، خرجت مع مين، رحت فين، بتشات مع مين، هنا تنقلب الحياة الزوجية إلى جحيم حضرتك. هي دي مش غيرة؟ هذه غيرة طبعا، ولكن الغيرة لابد أن تكون في حدود المعقول ولا تزيد عن حدها، لأن الغيرة لو زادت عن حدها ستنقلب الحياة إلى جحيم. إذا كانت المرأة تحاسب زوجها في الطلعة وفي الدخلة، رايح فين وجاي منين، الحياة ستنقلب وقتها حضرتك إلى جحيم. طب دكتور مصطفى، يعني إيه في حدود المعقول؟ يعني عاوزين نفهمها برضو من حضرتك، يعني إيه علامات، ما ممكن كل ست شايفة إن ده المعقول بالنسبة لها، هل في واحد واثنين وثلاثة أمشي عليهم فأعرف إن ده المعقول، لو خرجت براهم يبقى أنا كده يعني تماديت في الغيرة شوية؟ طبعا. أول حاجة عدم الشك، ما دام في غيره، اصل احنا نحن لا ننادي ابدا بانعدام الغيره ابدا، لا يا جماعه غيروا على بعض، حبوا بعض، ولكن الذي ننادي به هو عدم وصول الغيره الى انها تخلي الحياه جحيم. فمساله الشك ده مرفوض تماما في الغيره، كده ما بقاش غيره، احنا دخلنا في الشك حضرتك، ست شكاكه، الزوج الشكاك اللي بيشك في زوجته كل شويه، الست اللي بتشك في زوجها كل شويه، لابد ان يكون هناك ثقه بين الزوج وزوجته، في ثقه بين الطرفين، لان الامور لو عدت مراحل الثقه ودخلنا في الشك، لا احنا كده دخلنا حضرتك في غيره غير محموده، دخلنا في غيره مذمومه. بالضبط، علشان كده الشرع الحنيف موجود الغيره، الله سبحانه وتعالى نفسه يغار على دينه ويغار على شرعه ويغار على محارمه سبحانه وتعالى. الغيرة هذه مظهر من مظاهر الرجولة، ولكن المشكلة في زيادتها، أن الغيرة تتعدى حدود الطبيعي، تتعدى حدود المطلوب، تتعدى حدود الشك. لذلك يعني لابد أن توزن الغيرة بميزان من ذهب بين الزوجين حتى تستطيع الحياة أن تسير في نطاق صحيح. صحيح. طب علامات غيرة الراجل على الست؟ نعم، إيه هي علامات غيرة الراجل على المرأة او على السيده؟ بالضبط، يغار على زوجته انه يكون حريص انها تخرج في زي شرعي علشان ما تتعرضش ان حد يبص لها، انا مش عايز مراته تطلع بالشكل ده عشان ما حدش يبص لها. يعني من مظاهر الغيره كذلك انه يقيد معاملاتها، هي مش بتتعامل في كل حاجه في البيت هي اللي بتتعامل، لا حضرتك ليك دور، لا السباك هيجي فانا لازم اكون موجود، الكهربائي هيجي فانا لازم اكون موجود. في حضرتك ضوابط معينه في من خلالها بنعرف ان هذا الزوج يغار على زوجته الغيره المحموده الممدوحه في الشرع، والا الراجل اللي يسيب زوجته كده تعمل اللي هي عايزاه وتتصرف كيفما تشاء وهو لا يعاقب عليها، احنا حضرتك ممكن ندخل في دايرة تاني نهى عنها الشرع الديافة. صحيح. الزوج الذي لا يغار على أهله
يسيبها تلبس زي ما هي عايزه، تخرج زي ما هي عايزه، تكلم اللي هي عايزاه، تتعامل براحتها، ولا يغار على اهل بيته، لا من اخواته ولا من الجيران ولا من الناس ولا من الشارع ولا الموظفين ولا من اصحابها ولا من اصدقائها. لا، هذا يعني هندخل في دايره حضرتك خطيره جدا، دايره الدياثه والديوث. هذا حرمه الله سبحانه وتعالى على الجنه الذي لا يغار على بنته. سيب بنته طالعه بشعرها، سيب بنته حضرتك طالعه ببنطلون ضيق ومحزق، سيب مراته طالعه بعطور نفاذه، سيب مراته تضاحك هذا وتتحاور مع هذا وتداعب هذا في حضرته او عدم وجوده. لا لا لا، نحن كده هندخل في دايره ثانيه خطيره جدا، دايره الدياثه. فليتق الله سبحانه وتعالى كل من ولاه الله امر امراه، امر بنت، امر زوجه، أن يحافظ عليها وأن يغار عليها الغيرة المحمودة التي أمر بها الشرع الحنيف، أن نحافظ على بناتنا وعلى زوجاتنا، وكذلك أمرت الزوجة أن تحافظ على زوجها. أسأل الله أن يديم الستر على بيوتنا، وأن يديم عليها السكينة والطمأنينة، وأن يصرف عنها شياطين الإنس والجن، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالطهر والعفاف. اللهم آمين. امين امين يا رب العالمين. انا بشكر فضيلتك فضيله الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام امام مسجد ستنا الحسين، حضرتك شرفتنا ونورتنا مولانا.